يخبط بنفسجي. حيدور عاشت ايدك يخبل هلا وحبيبي حيدور. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لا والله بإرادتهم هم. بإرادتهم والله مجمعتهم. بإرادتهم مجمعتهم. هم قالوا أنا نريد نطبق. وصلنا في المحاضرة السابقة إلى الحاضرين تتذكرون على أنه إحنا قلنا السيل إنجري أو سيل تروما أو سيل دامج سيل دامج. فهذا السيل تروما أو سيل إنجري أدي إلى شنو؟ إلى السيل ديث. وقلنا آخر عبارة كانت في المحاضرة السابقة أنه السيل إذا عندها القابلية على نسوي أدابتيشن تتكيف تعيش. إذا كان not adapt will die. فإذا adapt or die. هاي كانت آخر عبارة من المحاضرة السابقة. فاليوم نأخذ self death. وهذا موضوع جدا مهم. self death. وأسرع شنو إنه self death. ورا ما أخذنا self injury. أو self damage كانت self damage. Okay self damage أو self injury. وأسرع نأخذ self death. self death شنو؟ أسرع تذكرون هاي العبارة هالشكل. انه الجنرال باثولوجي عند السيرفر هو الاسباب المرض. احنا قلنا الباثولوجي هو ساينس اوف ستادينج ذا ديزيز. وقلنا الديزيز اذا السيل از ديزيز يطلع الديزيز. مين يجي السيل ديزيز؟ يجي من السيل انجري او سيل دامج. السيل دامج يؤدينا الى واتس كولد سيل ديث. لكن قبل ما نروح الى السيل ديث عندنا الستريس او التروما ويل افكت ذا شنو؟ ذا نورمال سيل فتسوي لنا تشينج. هيت على السيل بأي شكل من الأشكال. فيزيولوجيكال، باثولوجيكال، كيميكال، يعني فيزيكال، فيزيكال بمعنى الأشياء اللي في الحياة الطبيعية يعني من حرارة ومن إشعاع ومن شغلات هذه. هذا يضرب السيل. السيل أما يصير فيها تشينج أول مرة. هذا تشينج شدة ما تديه من الأكسيت ما تقول يؤدي إلى either death or change بالسيل اللي تقول adapt. وهذا اللي راح يشوفه السيل. التروما أو الانسلت، الانسلت يعني نفس المعنى الهيت الضرب. شو يسوي؟ كوزن أدابل 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 أوكي. إذا داي معنى irreversible change. صار change نتيجة التروما أو نتيجة الانسلت. لكن change is so severe that the cannot adapt or withstand the trauma that it will die. هذا هو what's called the irreversible type of irreversible change. Either necrosis death of group of cells. يعني واحد عنده سيل فرحة بالفخذ مالته أو بالصدر مالته بس هاي المنطقة صعبة necrosis. هذا يسموه death of a part of the of an organ called necrosis. إذا كله يسموه gangrene. بس نأخذها بعدين. عندنا هذا التايب أول واحد نكروسس. التايب الثاني أو ثالث اللي يسموه شنو قلنا أبوتوسس. أبوتوسس. أوكي. الثانية سايلنت هي توسس فصارت أبوتوسس. أوكي. عندنا إذا كانت سيل it has the capability and the ability to withstand the trauma إلى حد and will adapt the change بال homeostasis what's called the homeostasis. أخذناها. لازم. Homeostasis يعني the sameness يعني to keep the sameness. ضربنا مثال عليها أنه إن السال لها membrane. membrane هو سياج حفيظ وبي إمكانياته smart وreactive وsmart بمعنى understand what's happening on بالexternal environment. يعني بجيتس ما يدخل للسيل وانا يسوي تشينج بالداخل مال السيل الانترنال انفايرمنت يعني الاكسترنال انفايرمنت ورا الممبرين
وداخل الممبرين الانتر الفايرمنت اللي هي السيتوسول وفي الاندوثيليوم وفي الاندوبلازميك ريتيكولم وفي النيوكليوس وفي الميتوكوندريا وفي 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 الرايبوسوم يعني عامل صناعه البروتين وعامل توليد الطاقه. هاي كلها داخل السال وحياتنا متوقف عليها. هاي الانفايرمنت الانترنال انفايرمنت اللي انسايد السال is governed and protected by the membrane واللي هو double layer membrane plasma membrane. وهذا ال internal environment هي اللي تحافظ على what's called the homeostasis يعني سامن يعني the outside environment. أي شيء في ال environment برا يمكن يأثر عليها through the gates يسوي لنا شيء في الداخل سامن adapt أو إذا كان not adapt it will die. هذا اللي يخليك يسوي الادابتيشن كولد الهوميوستاسيس. الهوميوستاسيس منو يحكمه؟ جهازين عظيمين اللي حافظ عن الهوميوستاسيس. جهاز أول واحد هو الاندوكراين الهرمونات والجهاز الثاني شنو؟ النيرف سيستم. يعني شنو؟ يعني أنت الواحد تشكك رأسه يسوي شكل هذا الريفلكس هو نوع من الهوميوستاتيك لو ما هالشكل سوى وفر على نبيت يطب الشيش بصدر يموت. هاي الآخر شيء من أمه كلها ستسكرك شبيك هم يستاتك. هذا البيك الماكرو انت قاعد مكان حار أكثر من اللازم جسم حرارته ثابتة. احنا عندنا ثوابت pH ثابت temperature ثابتة digestion ثابت النظر مالتك ثابت يعني طرق الحصول النظر ثابته بتتغير الامور كلها. اللي مثلا انت قاعد بمكان حار راس عرقت سيستم خاص هذا التعرف حتى يخفض درجه الحراره نتيجه الايفابوريشن بخار يخفض حرارتك والضوء تعرف ما دامك قاعد بمكان حار حتى ضل حرارتك شنو كستر. اوكي هذا هوميوستاتيك ستيت مسؤول على اساس شنو هرمونه بالنتيجة قبلها نيرف سيستم هو هذا كله يحافظ على أن السيرف تبقى adapting وترجع بعدين إلى normalcy أو normal situation. وهذا هو how to keep life going on. okay فإذا adapt reversible change اللي صار reversible راح يودينا إذا صار تغير ربما يتغير إلى normal أول وثي ما ذاكر إلى normal لكن pathologically عندنا يصير أما atrophy أو هايبرتروفي أو غير حسنة خذ بشو كمثال يعني واضح لحد الآن كشيء واحد. فإذا السيارة قاعدة مرتاحة نورمال جت هيت انسرت it will this insert will make some will make some sort of change. that change either severe will show the reverse of change in necrosis or apoptosis أو it will start تروح إلى الانتروفي هايبرتروفي بتبليز وين بنجي نشوف عشان إحنا ما عندنا علاقة سبب الدفع ولا هو العنوان هو الدفع. لكن قبل الدفع عندنا شنو the change اللي ممكن يكون reversible ويكون adaptation. so capable of adapting itself إلى change. a change هو شنو cell adaptation. a change in the cell as a result of an insult عشانها or stress trauma may occur in what. هذا التغيير اللي يصير نتيجة الانصاف أو نتيجة الهيد أو نتيجة تغيير من الاكسترنال انفايرمنت ويأثر على الانترنال انفايرمنت يغير شنو؟ أما يغيرنا النمبر أوف سيلز سيلز تزيد عددها نفس الشكل مع السيل بس تغير بدال واحد يصير 2 3 4 يصير هاي بابليزيا أو إن ذا سايز تكبر ما زاد العدد لكن حجم السيل زاد هايبرتروفي بالسايز أو بالتايب تغير صار بابليزيا يعني كانت مثلاً فنومنال أبيثيليوم صار شنو سكويروس أبيثيليوم هذا مثل بلاستيك شنو هذا خطر يتحول إلى كانسر. يعني أهل بعض المكانات اللي مثلاً بجلس باللور إسابي بسوي الاعتياد هو الموجود سكويروس إذا صار فنومنال بالعكس أو كان سكويروس سكويروس هذا مثل بلاستيك شنو يخوف لأنه بلي كانسرس. أوكي هذا بالمورفولوجي اوف ذا سيل او بالتايب اوف ذا سيل هذا ميتابليزيا ايضا في تشينج. النوع الثاني انه الكونتنتس اوف ذا سيلز تتغير مثلا واحده منهم انه ترانسبيت كان
الكالسيوم او اي شيء اخر كمثال الى ملك اكثر شيء كبر هو الكالسيفيكيشن. الكالسيفيكيشن ايضا بتشينج اوف حلاوه المريضنسي. يعني يجون عندهم مثلا اهل العقده بالثدي مثلا بعد مثلا اذا بس هاي فتره هو اللي موجود هذا بس هو لكن اذا شيء مو كالسيفيكيشن الكالسيفيكيشن مايكرو كالسيفيكيشن شوي داخل احتياط لان دائما الكالسيفيكيشن وريفر هابنز usually associated with a problem of metaplasia cancer. That calcification. Well, calcification, of course, I'm changing the function, طبعا definitely. إذا صار change بال يعني واحد في المكان معين يدور صار مثلا بال hypertrophy بالheart. Hypertrophy. يعني change in the شنو in the size of the cell. يصير شنو يصير الهارت ضخم بعد شوي شوي تدريجيا يصير الهارت فيليا الهارت البصل ما تتغير فتشينج ذا سايز وهسه تشوف الفانكشن يتغير بناء على العضو اللي تاثر بالسيل مالته سواء بالنمبر او بالحجم او بالضغط ديفنتلي تشينج ذا فانكشن والبالم. اوكي هذه صوره كلش حلوه. الصوره الحلوه شنو؟ انه هذه ال أوركيد نفهم تشي يعني شو مالته شنو أوبويد هذه شوف على شكل بيضاوي فإذا تغير شكلها هذا شكلها شنو هذا شو تقولنا له سايتو ليجي هاي متابليزي هذه متابليزي لأنه شكل تغير بس مو بس شكل تغير وكله تقريبا نفس الشيء هذا متابليزي لكن إذا فدوا بتغير مو بس الشكل وإنما أشكال أنواع لا تعد ولا تحصى ديسبليزيا هذا كلش خطا بلاستيك عن تشيو معناه فري مالجنس. اذا نفس النوع السال ما تغير شكلها لكن النمبر هايبرتروفي اذا النمبر نفس النمبر نفس على لكن الحجم ما تغير شنو هذا هايبرتروفي اذا نفس النمبر نفس العدد ونفس الشكل مال السال لكن الحجم قال اتروفي واضح وصلت الفكره كلش فأكو عند أتروفي وعند هايبرتروفي نفس الشكل مال السيال لكن الحجم يختلف وإذا زاد العدد نفس الشكل هايبرتروفي إذا زاد العدد أو بقى نفس العدد غير شكله نفس الشكل السيال لكن another type of سيال إذا completely change بالشكل وبالحجم هذه displacia displacia الميتابلاستيك dangerous الأكثر dangerous displacia. أكو سؤال حدنا؟ ما؟ إنسان بيولوجي and pathophysiology cellular adaptation refers to changes made by a cell هذا حشينا تقريبا response to adverse يعني غريب غير يعني عكس النورمال adverse يعني غير adjustment غير معتاد adverse أو باتج معناه environmental changes. The adaptation may be physiological, normal. شو بديش؟ change صار مثلا حوامل راح أفعل قدوده ها؟ حبلة صار نتيجة التلقيح البيضة تغير في الصفحات الابنورمال تشينجز هسه حكينا قبل شويه خمس انواع وايد تشينجز اللي هي شنو هي؟ اول مثلا اتروفي ريدكشن ان ذا سايز اوف ذا سيلز مو النمبر سايز هايبرتروفي هايبرتروفي زياده بالحجم مال السيلز وليس بالعدد هايبربليزيا زياده بالعدد اوف السيلز داخل ذا سيم سيلز الديسبليزيا خربط لغيه والميتابليزيا زياده مو زياده بعد نفس العدد بس تغير الشكل نفس العدد بس تغير الشكل هسه الصوره كانت بشكل حلوه اوكي انه اذا نفس النمبر لكن نوت ذا سيم مورفولوجي ذس از ميتابليزيا اذا لا النمبر ولا المورفولوجي ولا هذا خربط ديسبليزيا
بالمجلس طبعا الهوميوستاسيس هو هذا اللي يحافظ على الريفرسيبلتي مال تشينج از ذا بودي ستارت تندنسي توارد شنو انا ناخذ ستيبل ايكوبل اكليبويدي باليم موازنه تبقى يعني ما كلمه هوميوستاسيس يعني ذا سيمنس كلمه هوميوستاسيس يعني ذا سيم هوميوستاسيس يعني ذا سيمنس كيبينغ ذا سيمنس نفس الشيء الحفاظ على الحاله السويه نفسها وايضا شنو between interdependent elements اللي هي يعني العلاقه بين الاعضاء اللي كل واحد وظيفته تشكل الهرمونز على النرف على الابسوربشن هل interdependent actions او processes هي اللي تحافظ على homeostatic situation especially as been claimed by physiological processes in the genome دكتور هذا بعد دكتور غرض الطرح دكتور ولكن نجيل على هذه عيني بس اغسل دقيقه وجهي شلون انا اغسل سخن يلا روح ليش سخن ايش فيك رام should be an adaptation when homeostatic عليه important body variables متغيرات في البودي اللي يجب انه نحافظ عليها ما تتغير يعني variables يعني اللي هي اذا تغيرت ترجع على حالتها السويه اولا نختلف عندنا البلاشوجر لذلك اذا كان يصير هايبوغلاسيميا اذا زاد يصير هايبوغلاسيميا الهايبوغلاسيميا هي لا هذا سيتويشن والهايبوغلاسيميا هذا سيتويشن ايضا عندنا الفلويد البودي فلويد خاصة الواتر لذلك عندنا شدي هايدريشن وهايبر هايدريشن تيمس أهل ال إذا شايفين طبعا حالات الكوليرا شايفين مرض الكوليرا مرتين يموتون ليش يموتون فقدان الفلويد سبيل الدايريا يعني الإسهال كل شيء وزواع ماكو بالكوليرا إسهال ما يلحقون عليه لذلك يعيش بالفلويد مو بالأنتيبايتيك الفوق بس الفلويد فاذا اللوس اوف الالكترولايت اللي هي البوتاسيوم والصوديوم والكالسيوم هذا اللي مخربط يسموه الكترولايتس اي فاحنا بدنا ستيبل سيتويشن والاسيديتي البي اتش البودي تمبرتشر بس حكينا والاكسجين ليفل جد الاكسجين اوكسجينيشن ليفل يعني هسه يسموه بي او 2 يعني partial pressure of PO2 of oxygen and PCO2 with partial pressure of CO2 then it fix that variables and then the constant will any changes يرجعون إلى حالة سوية. The blood pressure إذا عالي يسوي hypertension إذا عالي يسوي hypertension hypertension يبدأ يتوقع في الحمام والhypertension يسوي hypertrophy من الأرض حالة سوية. But normal هو شنو normal blood pressure. فثواب الذني وأيضا البي إيش تعرفون شنو البي إيش من يعرف شنو البي إيش حموضة الدم يعني حموضة ال extracellular fluid بس شو تعريف البي إيش خدتوا بالكيمياء البي إيش على خلاص هو هذا البي إيش هو شنو إيه صح تعريف البي إيش It is the negative logarithm of the concentration of ionized hydrogen in the fluid. إذا عند fluid be ionized hydrogen, the negative logarithm مارتيش أمور pH. بل blood pH positive يعني acidity لكن 7.2 من الزيت هو ال normal مثل ماي ماي pH مارتي 7 طبعا. حتى تقول أقول هذا ولا يعني هو طبيعي النور يعني لا حامض ولا حلو قطن لا حامض ولا قاعدة هو المي المي في إيش ما تسبب فإذا زاد عن كل ما يزيد الألكالينات يزيد كل ما يقل الأسيدتي يزيد لذلك الأسيدتي أو مستوى نورمالي هو من 2 إلى 4
الاسيد بالانسي على بالمعده ذات المعده بي اتش مالتها 2 تو 4 بي اتش بينما في مكانات القاعده ما احد القاعديه يزيد الحكي اذا فاذا البي اتش الطبيعي هو من 7.2 الى 7.3 بالدم زياده تسوي الكاليميتي والفلس الحموضه الحموضه والحموضه قاتله تسبب دم اكبر دامج للسيلز هي الحب البي اتش اللي يهتم لذلك من علامات الموت اللي يموتون اسم الله على السامع اللي يساعدهم اسيدوسس يعني ليش ما تكونش تطلع نتيجه توليد الكيتونز والكيتو اسيد اللي يصير نتيجه الميتابوليزم والابنورمال الميتابوليزم ونتيجه الشوك والهايبوتنشن يصير عندها ابنورمال يصير سيلف دامج والسيلف موت والانسان يموت البرين يروح كله تروح نتيجه الاسيدتي لذلك اول شيء يفكر فيه واحد بالشوك انه نوت تو ليت ذا بيشنت أسيدك، أوكي؟ فبي إيش من الثوابت؟ هاي كل الناس مسؤول عن تثبيت شنو الهوميوستاتيك فاكتورز أو بروسيسز في الجسم. These variables must stay within certain شنو ranges. Changes in the external environment can cause these variables to change. طبعاً. Various types of adaptation. هاي كنا هاي. أحشين أتروبي، هايبرتروبي، وهايبرتليزيا، متابليزيا، سيبليزيا، وإنتراسلولار أكيوميليشنز مع الأنيجي بجملة مثل ضربة الكالسيوم والباثولوجيكال كالسيفيكيشن الديستروفيك كالسيفيكيشن نتيجة الديستروفي موسيقين هاي عن السيلف تشينجز تصير والخلايا تتكنس أو تفسير الكالسيوم عند مكان كلش عالي يترسل بالسيلف يسموه متاستاتيك نتيجة يعني السرطانيات والعياذ بالله شوية ما تحب القضية أول واحدة الأتروفي الأتروفي is the shrinkage كماش is the shrinkage in the size of a cell or cell loss by cell loss or يعني cell loss السبستانس مال السيلز تروح فيزيولوجيكال ديوريك ديفلوبمنت نتيجة الديفلوبمنت أول مرة تتولد في الأصابع كذا بعدين بعدين شوي شوي تطلع بالأبيتوسيس تروح ويمتد محل القلب إذا عن يصفى المطلوب هو الداء الإنسان الحلو اللي تجيبه لورايا وكل اللي تفرح فيه هذا شلون نجح مرة أول مرة وأشياء زايدة بي كلها زايدة تروح 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 نتيجة شنو؟ ما بعرف شلون فاهم هذا من أخذ شيء قاعد يفعله فإذا الأتروفي هو شرنكج نعم لكن by cell loss مثل physiological development or pathological which may be شنو local على الأتروفي أنه local due to mechanical or electrical factors loss of innervation إذا قطع العصب الجينيس يساعدكم شنو والديمنشن بلس سبلاي والنيوتريشن ايضا والنيورو اندوكراين او جنرالايز انتو ستار مثل والايجنج ستارفنج يعني المجاعه يعني شايفين هذا يقول جلده وحاط الطله من فارقكم واحد مجاعه هذول اهل المجاعه الافريقيه صارت جلده وحاط الطله من جلده هذا الاترم صار شنو؟ نيوتريشن الايجنج ايضا الانسان مع العمر يسميه كثير ضحيه وهو أنه عمره نكسه فلا يعقله وذلك فإذا الفيزيولوجيكال due to development واللوكال فاكتز واحد إذا كسر عضلاته وضعيته من يبنوه قضي وراء ثلاثة شهور مثلا شهور يدينا رائع قرر ما يقاس دس حجمها شهور صعب disuse atrophy أوكي use فعل use نعم disuse يعني يسيء الاستعمال ف disuse atrophy بالاس قصدي يعني هذا disuse atrophy من بناء ما يحركها بعد من يشيلون بعدين زين حامل العظم بالاشعه طلع لحم يشيلوا خطين يشوفوا ديار ضائب صاهر جدا شوي شوي ترجع عليه هذا شنو اللي سوى الاتروفي ميكانيكا و disuse عدم استعمال بعد اذا واحد لا سمح الله شايف شايفين هو شايفين ما
من قطع العصب لأي ضربة، بكاء قطع العصب من العضلات اللي تتجهز بعد العصب روح تفتيه. ليش؟ لأنه الأكتف نيورو بوتنشيال اللي تنده خلي بصر تتحرك، هل حركة عضل؟ مثل واحد يسوي الشكل إذا دم بلصات عضل عضلات تكبر سبحان الله. واحنا دائما عندنا نورمال فيزيولوجيكال بوتنشيال اللي يخلي البصر ابدا البصر مو ميت، يعني البصر مو راحيه 100%. يعني يسموها كيرفز اوف لايفز، اقواس الحياه. شنو كيرفز اوف لايف؟ بس انا من واقع عم يشوفوني اذا شنو مو هي ما ماكو عندي عدالة ميت اللي عندي شوف قوس، هذا القوس حياتي، قوس الحياه. يعني بمعنى شنو هذا؟ تسنرت يعطي عازات أن تتقلص العضلات الفلانية ويطلع خاول العضلات حتى تصير شكل أصابعنا إيدينا أقواس، ماكو واحد فيها شكل. شايفين واحد شوي شي 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 ماكو شي أسوي رامي إيديش أقواس تمام ولا لا؟ هاي الأقواس عضلات تقلص. هذا النيورو أكتيفيتي اللي هي نورمالي موجودة فيزيولوجيكال بتنقطع تروح راح. أوكي إذا كسبين شنو؟ كسبين تروح أقوى صح، كلها أقوى سبحان الله. هي حياة هيك أنجلز أنجلز موضوع الحياة سبحان الله. الله ما يحب الأنجلز كل شيء حتى بالأخلاق دائما الأقوى. أنا شو صار يقول بلد يعني تمني تجي طخ شكل طخ كده في لحظة سكينة يوم جراحات السنان من الاهتمام ولا يهتم ما جرح لسانه، لسانه من الحب لكن ذات لسان مقوس حلو طعمه طيب. واحد يحكي قوس لسانه يعني يحكي حكي مرتب حلو ابدا ما يجرح. ها ادفع بالتي هي احسن من الذي ادفع بالتي احسن يعني قوس عرفت الاسلوب مالته هذا الجميل طيب. ادفع بالتي احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. مو أنت كأنه ولي العامة كأنه ولي الحميم، لا هو يتحول كأنه ولي الحميم نتيجة التقوس هذا الطبيعي. تحدد نمبر اجرح. أوكي السؤال هنا كامل لأنه جاهلين احتراما لجيدكم بس الله يخليكم بابا طارق ترتب لي ويا حيدر ويا الباقيين محاضرة أعطيكم أسبوع الأخ مو مشكلة. بس والله العظيم إذا ما حضروا أسبوع الأخ محاضرة امتحن ذول 10 بعد الباقين عن 100% ما امتحنهم ولا اشوف خلاقهم بعد. ما انا قلت لك اليوم اكو مسيره ايه؟ لا اكثر لا اقل مسيره. شنو هسه انتم شو راح تسوون؟ شنو كل بيجي جوال لحاف صدق اشبرني يا مسيره بيني وين الورقه مال الغيابات شفتوها؟ من عنده سؤال بابا؟ احد عنده سؤال على المواضيع هسه؟ هسه احنا اليوم شو اخذنا؟ اخذنا السيلف ديث لكن اخذنا الجانب الاول اللي هو شنو؟ الادابتيشن. وراها راح ناخذ ان شاء الله راح ناخذ انه الريفرسبل تشينج اللي يودينا ايضا نكروسس اور ابيتوسس. اوكي من عنده سؤال؟ ليش كل الخلايا يسويها هيلينج عدل النيورونز؟ شو 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 كل الخلايا تشافه اي عدل الاعصاب تشافه شو يعني هسه اذا نير انقطع إيه؟ ما يصير بيهيلينج حتى لو جبنا واحد شلون صار؟ كفرت الطب يا رب. ايه فارق. لا عجيب. باباتي. لا. ال أكو سيلز. واحدة من عند النرفس ال السيل إذا ماتت سيل نرف سيل ما ترجع واحد. لكن العصب إذا قطع تقطع الفايبر. بس المهم شنو؟ أنت من عندك مثلاً أكو ميكس فايبرز مثلاً الميديان نرف بالإيد هو ميكس فايبرز بي سنسوري وبي شنو؟ وبي موتر. لكن الراديال بيور موتر وياي الالنر بيور موتر. فانت من يقطع الالنر الالنر نعم واللي انا مسويه انا مو شغلتي بس مرات اضطر ان جسم نلقي مقطوع الخيطه واحد على الاخر راح يتحول لان السيل مالته موجوده. كل نيورون الى سيل كل فايبر اللي بسيل اللي هي شو اسمه اذا السيل راحت ما فيها رجعه. لكن من خيط النيرف عن النيرف يرجع طبيعي. اذا اول ما يجي ينقطع النيرف بعدين مره من خيطه ورا ثلاث اشهر ترجع السيل تولد اكسونز وش اسمه ويرجع يحرك النيرف هذا. كلش مهم يبارك بابك بس السيل اذا هي نفسها راحت لا رجعت بالنيرف سيلز. النيرف سيلز مو النيرف فرق بين النيرف والنيرف سيلز. نيرف سيلز فيكس فيكس مو بكتيريا
مختلف الأمثلية سيلز والمصل حتى المصل هي تقريبا فيكس المصل هم فيكس لكن قسم من عندها يعني هارد المصل مارك أنت تأخذ أوكي قال لك مصل لازم لكن يلحم تلحم من فايبرز بعد هذا السؤال فسؤال بعد يلا أوكي يلا أوكي يلا